في ذات السياق أيضا مشاهدينا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بك أستاذ المشاهدين. نعم، إذا كيف تابعت ما تم نشره على الصحافة الألمانية بتصريحات لعلي عبد العال بتشبيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتلر واكتزاء جزء من تصريحات علي عبد العال في هذا الشأن؟ بداية أحب أوضح أن الخطأ وارد في كل أجهزة الإعلام في العالم كله بسبب السرعة وبسبب أشياء أخرى، بنقص المعلومات إلى آخره. لكن في مثل هذه الحالة بالنسبة للتوجه الإعلامي الألماني تجاه مصر، الأمر لا يخلو من سوء نية، وسوء نية واضح جدا وصريح وممتد ومستمر ومتواصل ويتزايد. لابد من وقفة بالنسبة للسلطات المصرية المختصة في هذا الشأن، بالنسبة لهيئة الاستعلامات، بالنسبة لوزارة الخارجية. إحنا لازم نرد ونرد بشكل واضح وصريح. الأمر زاد عن حده، والإعلام الألماني بالطبع إعلام حر. نعم. والإعلام المصري أيضا حر، والخطأ وارد في جميع الأحوال، وإذا كان بحسن نية بنكتفي بتوضيح وبنشر تكذيب لما نشر. أما إذا كان بسوء نية وهذا ما أتوقعه، فهذا الأمر يحتاج إلى تدخل دبلوماسي إضافة أيضا إلى تدخل إعلامي من السلطات المختصة الألمانية. نعم، السؤال الآن، هل هذه هي الواقعة الأولى للإعلام الألماني فيما يتعلق بالشأن المصري أستاذ جمال؟ لا بالطبع سيادتك، هو هناك منصات ألمانية مخصصة للهجوم على الشأن المصري ومتربصة بالشأن المصري وتبث ما فيه يعني شبهة يعني تربص شديد وتنمر بالحالة المصرية. هذا الأمر لا يمنع أن الإعلام الألماني في مجمله ينشر أحيانا أشياء جيدة والأشياء الطبيعية دون تزوير بالنسبة للشأن المصري، لكن هناك أيضا منصات متخصصة في الهجوم على مصر وفي التربص بمصر وفي قلب الحقائق لما يحدث في مصر. أنا آسفة يا فندم سأخرج قليلا عن النص، يعني عايز أتكلم مع حضرتك أنه لو تم نشر خبر كاذب من قبل إعلام دولي ودولة كبرى كألمانيا، البعض بيقول يا فندم يفيد في إيه الاعتذار بعد نشر هذا الخبر؟ الاعتذار بيجبر الوسيلة الإعلامية على عدم، هل سيلاقي الرواج الذي لقاه الخبر؟ بالطبع يا فندم، وأحيانا أكثر من الخبر نفسه، لأن الأمر هنا يتعلق بسمعة مؤسسات ألمانية إعلامية عريقة، هي تخشى على سمعتها أيضا. صمتنا يزيد الحالة، تحركنا يقلل من حجم الخطأ. الخطأ هنا بسوء نية، فلا لابد من التصدي له بكل قوة. هم هناك خلفوا المعايير المهنية الإعلامية السليمة، وده ليها عقوبات في الهيئات البث الألمانية المختصة. أنا بطالب السلطات المصرية بسرعة التحرك للرد على مثل هذه التصرفات، وأطالب أيضا يعني بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب التصحيح. نعم، هذا حقنا بالطبع. أستاذ جمال، البعض يقول أن الكلمة والتصريحات والإشاعات تقتل ربما وتؤدي إلى عمل مشاكل أكثر من ربما الحرب التي تدخلها دولة بالسلاح على سبيل المثال. في مثل هذه الحالة التي تمر بها مصر، كيف ترى هذا التربص الدولي قبل العربي بالشأن المصري؟ يعني عايز اقول لحضرتك، هو طبعا حرب الاشاعات، يعني في مصر هي اكبر دوله في العالم بتواجه حرب اشاعات، هي هدفها الاساسي تضليل الراي العام المصري، طمس الانجازات اللي بتتم، واهاله التراب على ما يتم من مشروعات والتشكيك في جدواها واثاره الراي العام، ومن ثم خلق مناخ معادي للاصلاحات التي تحدث في مصر، وهي اصلاحات اشادت بها المؤسسات الاوروبيه والامريكيه والالمانيه ذاتها. نحن أمام حالة غريبة جدا، إعلام معادي ومتربص بمصر وهيمن على بعضه، يعني عايز أقول يعني جزء من التنظيم الدولي للإخوان، هو متحكم في عدد من الوسائل الإعلامية العالمية للأسف الشديد، ولابد إن احنا يعني نتدارك مثل هذا الأمر ونواجه الحرب بالحرب. صحيح، ولكن إن كنا نواجه الحرب بالحرب، ما هي الحرب التي من المفترض أن ندخل فيها نحن هنا إعلاميا؟ أنا أعتقد أن احنا زي ما احنا بنرد على الإشاعات، زي ما حضرتك في البرنامج والقناة المحترمة بتكشف الرأي العام كذب هذه الشائعات وكذب محاولات العبث بالمحتوى الذي تعرض له الشعب المصري، في نفس الوقت احنا مطالبين بنشر الإنجازات
وطالبين بتوضيح الرأي العام ما يتم عمله في الدولة المصرية. الدولة تنفذ مشروعات يعني لم تحدث في تاريخ الحديث المصري أن نفذت مثلها، وكان حلم كبير جدا للمصريين أن احنا ننفذ مشروعات فعلا بيتم تنفيذها. فالأمر ده محتاج مزيد من التوضيح بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية، مزيد من الإقناع للناس، مزيد من النزول للشارع، مزيد من الاحتكاك بالمصريين. هذا هو الحل الوحيد لمواجهة الشائعات القادمة علينا من الغرب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف أستاذ جمال شوقي عضو المجلس الأعلى للإعلام.